عليكم ورحمة الله. طلاب الصف السابع، في الحصة السابقة تعرفنا على درس التعامل السليم مع الحاسوب، تعرفنا على إرشادات الصحة والسلامة عند استخدام الحاسوب، وتعرفنا على إرشادات العناية بالحاسوب. اليوم رح نكمل الدرس ونتعرف على أخلاقيات التعامل مع الحاسوب، وخصوصا احترام حقوق الملكية الفكرية وخصوصية البيانات، ورح نميز ما بين السلوكيات السليمة وغير السليمة المتعلقة باستخدام الحاسوب. في البداية، أخلاقيات التعامل مع الحاسوب. الحاسوب يا سابع جهاز عظيم الفائدة إذا أحسنت استخدامه، أما إذا استخدمته بشكل سيء سيعود عليك وعلى الآخرين بالضرر. لهيك رح ناخذ بعض الإرشادات، وهي رح ناخذ عن احترام حقوق الملكية الفكرية، وعن احترام خصوصية بيانات الآخرين وعدم اختراق أجهزتهم. أولاً، احترام حقوق الملكية الفكرية. برامج الحاسوب يا سابع بأنواعها، سواء كانت تعليمية، ترفيهية أو ألعاب، بعدها أشخاص بنسميهم المبرمجون. إذا اللي بيعدلنا البرامج الحاسوب بنسميهم المبرمجون. هذول المبرمجون يا سابع بيستغرقوا الكثير من الوقت والجهد في إعدادها، فلهم حق ملكيتها أو تنسب وأن تنسب لهم. إذا هم بيستغرقوا الكثير من الوقت والجهد في إعدادها، لهيك لهم الحق بملكيتها وأن تنسب لهم. أي اختراع يا سابع، سواء كان أي اختراع جهاز، تأليف كتاب، أي شخص بذل وقت وجهد باختراع شيء له حق ملكيته. يعني بمجرد كتاب الحاسوب للصف السابع فهو له ملكية، تعود ملكيته لمين؟ لوزارة التربية والتعليم. فما بصير يجي شخص يدعي بأنه هو ألف هذا الكتاب. نفس الإشي برامج الحاسوب، بعدها أشخاص بنسميهم المبرمجون. هذول المبرمجون بيستغرقوا الكثير من الوقت والجهد في إعداد هاي البرامج، فلهم حق ملكيتها وأن تنسب لهم. طيب، كيف يتم انتهاك حقوق الملكية الفكرية للبرامج؟ بيقوم الشخص بنسخ البرنامج دون إذن صاحبه، ثم ينسب هذا الإنجاز إلى نفسه. إذن بيتم انتهاك حقوق الملكية الفكرية بأنه الشخص بنسخ هذا البرنامج دون إذن صاحبه وينسب هذا الإنجاز لنفسه. طبعا شو بيكون هدفه؟ تحقيق الأرباح المادية. طيب، ماذا يترتب على المخترع أو المبرمج؟ حرمان المبرمج من قطف ثمرة جهده، بيحرمه من قطف ثمرة جهده، وبيأثر سلبا في تطور إنتاج البرامج. إذا بترتب على اختراق حقوق الملكية الفكرية حرمان المبرمج من قطف ثمرة جهده، وبيأثر سلبا في تطور إنتاج البرامج. لهيك وجدوا الحل بأنه يوضع على المنتج علامة لحمايته من الانتهاك وضمان حقوق المبرمجين، تسمى علامة حقوق الملكية الفكرية. إذا وضعوا علامة على البرامج أو المنتج، البرنامج سواء كان برنامج أو منتج، إنهم يضعوا عليها علامة، تسمى هاي العلامة علامة حقوق الملكية الفكرية. تتكون هاي العلامة من عبارة جميع الحقوق محفوظة، هي واضحة عندنا بالصورة، جميع الحقوق محفوظة، والرمز والتاريخ، تاريخ إعداد البرنامج، والاسم، اسم المبرمج. إذا عبارة جميع الحقوق محفوظة، والرمز والتاريخ إعداد البرنامج، واسم المبرمج. ثانيا، احترام خصوصية بيانات الآخرين وعدم اختراق أجهزتهم. بداية خلينا نعرف الاختراق. الاختراق تعريفه هو الوصول إلى البرامج والبيانات المخزنة في الحواسيب بطرق غير مشروعة. إذا تعريف الاختراق هو الوصول إلى البرامج والبيانات المخزنة في الحواسيب بطرق غير مشروعة. طيب، المخترقون يا سابع نوعين، هم المتسللين هاكرز والمخربين كراكرز. إذا هم المتسللين هاكرز والمخربين كراكرز. المتسللين بكون هدفهم الاطلاع على بيانات الآخرين، إذا هم بوصلوا للبرامج والبيانات حتى يطلعوا عليها مجرد اطلاع. أما المخربين لمحاولة التخريب والحذف، هم أخطر، بوصل للبيانات وبيبلش يخرب فيها. بهيك يا سابع بكون انتهى درسنا، ويعطيكم